اهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناه بزاف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الفيشطه. في كل حلقه كيكون حاضر معنا نجم تميز في اللون الشعبي كنتعرفوا على حياته الشخصيه والعمليه، واليوم غادي تكون حاضر معنا مجموعه شعبيه متميزه عندها ستايل خاص في اداء الاغنيه الشعبيه الخفيفه وريبرتوار غنائي غني مكنها من التالق في العديد من المناسبات سواء داخل او خارج ارض الوطن. ومن بين اغانيها المعروفه سيدي عماره وزيد 2000 على 2000 وما كاينش معاه من الفايف ستار او مجموعه نجوم الخمس هم نجوم حلقه لهذا اليوم. نخليكم مع هذه المقتطفات ونتلاقى بكم من دابا شويه. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا لبس عليك. بخير طارق. اياه يوسف بالفايف ستار. مرحبا بك. مرحبا بيا عندكم. مرحبا بك. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام احنا الان في قلب منزل طريق بردات ضمن مجموعه الفايف ستار او مجموعه نجوم الخمس وكيرافقوا يوسف مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم معنا في برنامج فجطه. مرحبا بكم عندنا، مرحبا بالطاقم التقني، مرحبا بك خلود، مرحبا بقناه بزاف تي في. الف 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 مرحبا. مرحبا بك يوسف. مرحبا بكم راه مول الدار. بارك الله عليكم. بارك الله فيك طارق. مرحبا بك خلود، مرحبا بجنود الخفاء، مرحبا بزاف تي في. ألف مرحبا، داركم هذه. تبارك الله عليكم. أول حاجة غادي نبدا معكم بها أكيد نجوم الخمس أولا الاسم ديال الفايف ستار، كيفاش تكون هذا الاسم؟ كيفاش تكونت المجموعة حتى أصبحت ضمن أحسن المجموعات الشعبية بالمغرب؟ الاسم ديال الفايف ستار أول حاجة بعدا باش نوضحوها يعني الاسم ديال الفايف ستار ما كيعنيش الأشخاص، لأن حنا سور سين كنكونوا من 12 حتى ل 15. يعني ما يمكنش غنقولوا 15 ستار، غنقولوا ولكن كاين اللي كيسحب انه الفايف ستار يعني خمس نجوم، يعني كتكون المجموعه من خمسه ديال لا لا بتاتا لا تعني هي فايف ستار الخمسه لا تعني الاشخاص، هي هو يعني الخدمه اللي كنقدموا
لو سيرفيس اللي كنقدموه هو اللي فايف ستار. اما حنا راه تبارك الله راه تبارك الله مجموعه كبيره عازفين تبارك الله في مستوى العالي. يعني الحمد لله ملي كنمشيو راه كما كتشوفوا كنقدموا واحد الطبق فني زوين، لا في لي فيستيفال لا في العراس لا في الحفلات لا في اي بلاصه الحمد لله. واش شكون اللي اختار هذا الاسم هذا وكيفاش تختار؟ والمجموعه الاستشاره ديال بزاف ديال الفنانين اصحابنا لا ميزون دو برودكسيون، يعني هادشي كله يعني كل واحد عطى شويه شويه شويه، ومن بعد عطانا هذا الاسم هذا. وكان حتى الفنان المحبوب يعني المدرسه ديالنا يعني كاملين اللي دزنا كاع معاه مصطفى بورغون هو اللي كان يعني يعني دعمكم سندكم هو اللي يعني سهر وشرف وعطانا واحد الدعم معنوي، عطانا واحد يعني واحد كما يقولوا يعني عنكود ما واحد الدفعه عطانا عنكود ما انا باش نكونوا حنا دابا حاليا باش نكونوا فايف ستار. تبارك الله عليه. واكيد تحيه للفنان الكبير مصطفى بورغون اللي حتى هو كان ضمن حلقه برنامج الفشطه. البدايه ديالكم يعني كيفاش تكونت المجموعه؟ كيفاش تم اختيار الاعضاء ديال هذه المجموعه هذه؟ حتى دابا انت طريق هو القائد ديال المجموعه ياك؟ لا هو كلشي 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 قياد غير انا يعني حنا مفرقين لي رول، يعني كل واحد يدير شي حاجه، كل واحد كيدير حاجه. غير انا لاحو على العاتق ديالي هادشي ديال الميديا ولا لي كونتاكت مع الناس، يعني اي حاجه فيها 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 تماره وفيها داكشي ديال 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 العصا عطاوها لي انا. وما فيها رفيق ديال بكري، فيها رفيق بكري مع الثمانيه وداكشي كيعيطوا لي انا. اول مره تعرضت عليك الفكره انك تكون ضمن مجموعه الفايف ستار، يعني كيفاش تقبلتي انك تدخل هذا المجال او هذا اللون الموسيقي الفن شعبي؟ وانا بصراحه ملي تعرضت عليا الفكره انا كنت انا باغيها ماشي، لان الحمد لله كنا كنخدموا مجموعين والدراري كانوا عازفين، يعني الدراري كانوا عازفين وداك الشيء. وملي قالوا لك اودي انت خصك تعاوننا وهادي، يعني انا كنت في مدرسه اخرى مدرسه الثلاثي الفرح، ديك الساعه باقي مع الثلاثي الفرح. ملي طرح هذه الفكره قلت لهم مزيان مرحبا. شحال تقريبا كان في عمركم امتى بديتوا؟ انا على ما اظن واقيلا كنتوا باقيين صغار، يعني المجموعه بديتوا وانتم صغار. ولكن كنا نتعرفوا قبل ما نتجمعوا ونوليو نخدموا اونصوبل، كنا كنتعرفوا قبل. يعني كنقول لك دابا تقريبا المده ديال 20 عام الحمد لله اللي حنا مجموعين. وكنطلبوا من الله ان شاء الله تبقى العلاقه ان شاء الله مجموعه ان شاء الله والعلاقه تكون بقى زوينه الحمد لله ان شاء الله. البدايه الاولى او لا امتى بدات الشهره ديال بلاش واحد دقيقه عفاك نكبوا لكم اتاي بعد مرحبا بكم بعدا تبارك الله عليكم. وبعدا شكون اللي عمر اتاي؟ الوالده اللي عمرت اتاي تبارك الله عليها والله يخليها لك ان شاء الله يا رب. بسم الله شكرا. ليديز فيرست اييه سي يوسف شكرا دربي تتساليو الطاقم التقني اللي دائما كيشتغل على البرنامج. زوين الدراري تبارك الله شباب الله يعمرها دارهم كلهم حيويه ونشاط الله يعطيكم الصحه. وراه العرب واضح من خلال حلقات البرنامج. الله يعطيكم الصحه. نتكلموا اكيد طريق ويوسف على البدايه الاولى ديال الفايف ستار، يعني امتى بدات الشهره ديال الفايف ستار؟ فايف ستار شوف احنا ما عمرنا نقولوا احنا تشهرنا ولا احنا مشهورين ولا داكشي الناس اللي تيحكموا عليه والاعلام والجمهور اللي تيحكم عليه. احنا بدينا في 98 بدينا ك يعني كان دي ميوزيسيان ديال الاستوديو. كان يوسف هو اللي تيغني، انا ما كنتش كنغني ديك الساعه، انا كنت كنغني لا كان كيغني كان كيدير الكورال كان كيدير الكورال لا كان كيغني لعندك، ولكن هو ما كانش كيغني يعني في البوم او لا كان بين الناس راني كنغني. ومن بعد صافي هو يعني كنا عازفين كنا انا كنت كندير الجيتار، يعني الناس اللي يعرفوني انا كنت كندير الجيتار، كنت كندير الجيتار في الاستوديو كنا كنسجلوا. ولكن كان جيتاريست ممتاز ماشي زعما عرفت حيت خويا ولا سميتو. لا لا والله من امهر العازفين. شويه لا ماشي شويه خلينا من التواضع ابخي يعني بقينا كنخدموا اونصوب، يعني بقينا كنخدموا يعني خدمنا سنين بزاف، يعني خدمنا بزاف. ابخي جا مصطفى بورغون قال لنا انتم تبارك الله انتم كتعزفوا مزيان كتغنيوا مزيان، يعني عندكم واحد لا 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 كيشوفوا ملي كنكونوا خدامين سيغ سين شنو كنديروا، يعني كنديروا شي حوايج اللي كيتفاعل مع الجمهور كنديروا شي حوايج يعني اللي صعيب باش يديرها شي واحد، يعني بغي يدير ماشي صعيب ولكن خصها تمرين وخصها واحد بزاف ديال الخدمه باش تقدر ديرها. هو اللي طرح لنا الفكره قلنا علاش ما تخدموا وديروا ديالكم بوحدكم وهذا وهذا. وقلنا له يا راه خفنا دابا حنا راك عارف يلاه غنبداو ولا درنا ديالنا ما يبقوش يعيطوا على الناس نخدموا. قال لنا المغامره فيها جوج حوايج، فاما كتزيد لقدام ولا كتبقى بلاصتك المهم ما ترجعش للور ولا هي هذيك يعني ما كترجعش. وبالمناسبه ديال التسميه يعني مصطفى هو بصراحه كان
كان هو اللي عطانا ديك البالو ولا ديال الاسم. قلنا دابا تما تبارك الله حدا حنا كنا كنخدموا، هو اللي عطاكم الاسم ديال فايف ستار. بلاتي دابا هو كان كنا كنخدموا في الاستوديو، دابا كنا نخدموا واحد ولا ما قلت انا، كان طارق القناوي اسم محمد، كان القناوي يونس، كان معنا هشام كما ماجي. دابا تما تبارك الله خمسه ديال لي ستار، يعني كتخدموا مع لي فيديوز كاملين ديال المغرب. اي مغني في الشعبي كيكون وراه فايف ستار. هادو الاستوديو، علاش ما ديروش زعما هاد 5 ستار ديالكم نتوما طبقوها في الاسم ديالكم؟ يعني خلينا النهار اللي بدينا درنا الالبوم ديالنا، طارق راح قال لك علاش ما نديروش داك الاسم اللي عطانا مصطفى. وتما بدات الشهره ديال فايف ستار. لما بدات الشهره ديك الساعه بدينا اول البوم. شنو اول البوم في 2003؟ شنو كان العنوان ديالو؟ بلاتي عليك. احنا اولا ما عمرنا درنا العنوان، لان ما كنبغوش، ما كنعرفوش شنو القطعه اللي غتخدم. لان شحال من البوم كتلقى فيه اسم اللي دايرينو يعني اللي المغني ولا الطاقم ديال اللي خدم الالبوم عجبهم الديسك وداروه هو الاول فهذا، ولكن ما خدمش خدمات قطعه اخرى. في 2003 درنا الالبوم الاولاني وبقينا غادي. كل عام كنديروا البوم، كل عام كنديروا البوم. في 2004 خدم لينا البوم زوين سميتو سبات شتا ونهار الربيع. كنا درنا ليه واحد كليب مطول في 40 دقيقه اللي صورناه شي 3 مو حنا كنصوروا فيه. يعني 40 دقيقه يعني راه غير 30 غير 4 دقائق راه كتصور في 40 دقيقه شي 3 مو حنا كنسجلوا فيه. الحمد لله درنا داكشي بازيك. شويه في الاستوديو، شويه في البحر، شويه هنا، شويه في الطريق، شويه واقفين، شويه كنغنيو، شويه غاديين وكنهضروا. المهم داكشي الكليب يعني فيه 40 دقيقه راه كاين سيغ يوتيوب الا بغيو يشوفوا الناس. من بعد في 2005 درنا واحد العمل يعني اللي خدمنا عليه عطينا فيه لاطاك، خدمنا فيه ما خدمش. تبعت فيه شي 10000 ولا 15000 يعني ما تبعش كاع. من بعد موراها في 2007 درنا على زهراء عباد الله، هذاك هو اللي هذاك هو يعني كما كيقولوا في اللغه ديال السوق هذاك هو بوم. درنا هي قنبله الموسم ياك معروفه بالشيباني. الشيباني اللهم الشيباني اللهم الشيباني. تبارك الله، يعني عندكم دابا رصيد ديال 11 البوم والمزيد هناك من المزيد. بالنسبه لكم كمجموعه، يعني قريتوا شي كونسيرفاتوار، قريتوا الفن، قريتوا هذا اللون الشعبي او لا؟ بالنسبه للدراري يعني الموسيقيين ديالنا، بالنسبه تبارك الله طارق عنده لا ميداي في الجيتار. بالنسبه للقناوي حتى هو دابا كيدرس يعني الدرامز كي الباتري كما كنقولوا. انا هذاك الشيء في الدم، يعني الاغنيه الشعبيه في الدم، يعني ما درستهاش ولكن الحمد لله مع طارق مع الاخوان يعني كانت مع الممارسه كتجتهد، يعني كتولي تعرف المقامات، تعرف يعني لي غام ديالك كتغني عليهم. يعني الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. هو الشعبي خلود، الشعبي احساس. يعني الحمد لله قاعد المغنيين ديال الشعبي اللي كاينين دابا في الساحه اللي فاردين نفوسهم، يعني الحمد لله كتلقى عندهم احساس زوين كيوصلوا الاغنيه. وانتم كتميزوا باللون الشعبي الخفيف، واغلبيه الاغاني ديالكم كتاخذوا على شكل في قالب كوميدي. أيوة. كلمات اللي كتكون مضحكه بغناء اللي متميز اللي كيدخل قلوب الجمهور المغربي. هذا الشيء هو اللي عاشقوا الجمهور يعني في الفايف ستار. وحتى بالنسبه ليماج اللي اسمح لي، ليماج اللي درنا حنا اول مره ظهور عندنا في التلفزيون، يعني ملي بغينا ندوزو في التلفزيون قلنا غادي يعني حنا بالنسبه للاجواق وداك الشيء كلشي كيدوز جوق واحد كيغني. حنا جاتنا الفكره قلنا علاش ما نديروش حنا نورمالمون حنا كنغنيو حفله بجوج، ولكن ما تنغنيوش بجوج في الحفله اوميطو، يعني في العرس ولا في هذا اكثريه في العرس. في العرس ما تنغنيوش بجوج اوميطو، كنغني انا شويه وكيغني باش كنبدلوا حتى الوجه والناس ما كنطلعوش للناس في الراس. بارابور الا كنا في الفيستيفال وهذا كنطلعوا كنغنيو بجوج، يعني كنغنيو بجوج في التلفزيون. قلت لي علاش ما نديروش هذه ليماج اننا نغنيو بجوج وغادي يبقوا عاقلين الناس. يعني الا داز غير واحد غيكون بازيك، يعني كلشي جوغ كيغنيو قدام واحد. ولكن ملي كنا ملي خدمنا حنا غنديروا شعبي، يعني غادي نخدموا غادي نكونوا جوج قدام، يعني شي حاجه غتكون شي حاجه جديده بالناس. الناس غادي يشوفوا دابا كاع اللي ما كيعرفوش كاع فايف ستار يقول دوك جوج اللي تيغنيو معروفين. دابا الفايف ستار انا معروف عندي يوسف وطارق. الله يكرمك. تبارك الله. ومن اشهر اغاني ديالكم اللي تعرف بها اللي تعرفتوا بها عند الجمهور المغربي، زيد 2000 على 2000. هي 4000 ريال. 4000 هذيك اغنيه تراثيه زوينه بصراحه كتعجبنا. ومن التراث ديالنا اللي زوين، يعني فيها التراث على الخيل، على يعني كلام بلدي كما كنقولوا. القدام على القدام الالوان ديال حيت كنقولوا عجبني ذاك العلام سيدي دايزو الكلام عودو قمري،
يعني الشربه كيجري عرفتي يعاودوا قمري شنو القمري هو العود الابيض ايه علاش خدوه قالوا لي قمري خدوه من اللون ديال القمره القمره كيقولوا عاودوا قمري في الشربه يجري وهو مقدم الشربه الى اخر ونسمع شمقيطه دابا بجوج علاش لا نبداو بها نديرو زيد 2000 على 2000 ايه 900 ونكملوا 4000 طران طان هران طان وعجبني داك العلام طران طان هران طان وخويا دا يزور كلام طران طان هران طان ولا لا عاودو قمري طران طان هران طان وسيدي في الصربة يجري طران طان هران طان وهو مقدم الصربة طران طان هران طان ولا لا عاودو عربي طان هران طان وسولتو منين الاصل داي 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 سيدي قال لي مغربي هذاك والزين زين 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 زيد 2000 على 2000 عجبوني المغاربة ولا كانوا راكبين تستاهلوا 4000 الحقيقة 4000 ريال بارك الله 2000 على 2000 هي هذيك صافي نمشيو شي حفلة يعطونا 4000 ريال لا 4000 زعما كاين على 2000 على 2000 اما انتم تستاهلوا اكثر بارك الله فيك الله يحفظك الله يحفظك ومن بين الاغاني حتى هي اللي لقات واحد نسبه نجاح واللي حصلتوا بها على جائزه الموروكو ميوزيك اووردز اللي حدايا الان دابا تبارك الله عليكم هذه الجائزه من بعد ان شاء الله الا كنت حاضره في هذه السهره هذه في صنف الاغنيه الشعبيه من ضمن احسن المجموعات يعني تختاريتهم نتوما الحمد لله نتكلموا على هذه الجائزه هذه وصوت عليكم الجمهور المغربي حتى خديتوا الجائزه بيان سور حنا في المنافسه كنا فيها حنا والداودي وعمر شريف وتنافسنا على لان كنا حنا شاركنا في العام اللي قبل في 2014 شاركنا وحنا يعني خدينا ما خديناش امور بجديه باش نقول لك لكن حنا ملي مشينا شاركنا داك العام نشاركوا صافي ولكن من بعد ملي مشينا عرفنا بان الجائزه عندها واحد هذا الترو لو تروفي عنده واحد واحد يعني تحفيز معنوي للفنان فملي جاتنا يعني كيفاش كيتم الاختيار بعدا ديال هذا ديال باش انك تكون لي نوميني كيعيطوا لي راديو كيقولوا شكون اللي الاغنيه ديالو داز بزاف في الراديو واللي يطلبها الجمهور اكثر فوالا واللي داز بزاف واللي داز بزاف في الراديو انا عارف المسابقه انه كيتحطوا بزاف ديال الاغاني فنانين شعبيين كانوا معاكم معروفين حتى هما في الفن الشعبي واللي تم التصويت عليها واللي كان عليها الطلب اكثر هي اللي كدوز ضمن احسن اغنيه او لاحسن مجموعه الحمد لله درنا اشهار في لاباج ديالنا فايف ستار شعبي ماروك وفي الفيسبوك ومع الناس ديالنا درنا حمله درنا واحد التورني ديال لي راديو بان الناس خصهم يصوتوا علينا هذا العام كان الرقم ديالنا 62 قلنا لهم صوتوا علينا راه الرقم ديالنا هذا والحمد لله الناس يعني الانتخابات ديالكم بوحده لا حنا كنا لا حنا الانتخابات ديالنا حنا يعني حنا ديال نشاط الانتخابات ديالنا عندها واحد المصداقيه ملي كنقولوا شي حاجه ما كاينش يعني حنا كنوعدوا الناس وكنديروا داكشي اللي كنوعدوا به ما كانش كنقولوا لهم وما كنديروش واخا انا غنبغي نتعرف على المجموعه اكثر الباقي الافراد ونشوف نيت جديد اعمالكم الفنيه ولكن ماشي هنا في الاستوديو اش بالكم مرحبا يلا يلا ولكن انت ما تمشيش معنا هكا غادي نبدل عليا واخا سمحوا لي الدراري نبدل عليا ونمشيو ان شاء الله يلا مرحبا يلا بسم الله فوالا تفضلي دابا هذا هو الاستوديو فين كتشتغلوا ياك فوالا تفضلي مرحبا مجموعه ان شاء الله من الداخل والدراري داخل طيب مجموعه فايف ستار هي حاضره كلها خمسه ديال النجمات طريق نخلي لك الحريه باش تعرفني بكل واحد في هذه المجموعه هذه مرحبا
قناوي محمد الان مشى للديار المقدسه حج باش نقولوا لي حاج القناوي اللي عازف على آلة درامز يونس القناوي الاخ ديالو عازف على آلة درامز حنا كنا خوت ولكن هما خوت في الحاله المدنيه حنا خوت في الحاله الوطنيه مزيان هذاك هو المهم يوسف لوزيني شرفتو به قبل سيمو تومي اول ملقب بالقوشي لان كيضرب لك من جاب القوشيه طريق بالردال انا هضرت مع طريق وهضرت مع يوسف اللي باقي ما هضرتش معهم الان هو يونس نبغي نتعرف شويه على العلاقه اللي كتجي معك بالفايف ستار انت بديتي معاهم من الاول كانت واحد علاقه كبيره جمعكم اعمال البومات كثيره نتكلموا على هذه العلاقه الشخصيه والعمليه واخا اختي خلود العلاقه الشخصيه اللي تجمعني بالفايف ستار علاقه ديال الخوت حنا كبرنا بعدياتنا واخا هما كبر مني انا صغير منهم تنحترم دابا انت هو الصغير في المجموعه هو الصغير باش شرفتينا حنا العلاقه العمليه راه تنديروا داكشي اللي علينا والكامل على الله حنا مجموعين على نيه واحده وصافي يعني انت قلتي انت هو الصغير في المجموعه بديتي معاهم من الاول من 1998 ياك طالع من 1998 من الاول واخا شنو اللي عجبك في هذه المجموعه اللي خلاك انك تكمل معاهم حتى الان دابا مرتاح خوتي وانا واحد منهم ماشي غتبقى تستمر معاهم حتى القادمه تمشي القبر واخا نخلي السي محمد يعطيني شي كلمه بخصوص المجموعه ديال فايف ستار حتى انت علاقه كبيره عمل كبير جمعك بهذه المجموعه هذه سنين طويله وانت كتشتغل معاهم شنو ممكن تقول لي على فايف ستار اخت خلود اللي نقدر نقول على فايف ستار هادو خوتي وصحابي ونحس لي الشرف نخدم معاهم تبارك الله راه نجوم ديال المغرب هادو والحمد لله حنا غاديين الامور مزيانه دابا انت مختص في العزف على آلة الكامل آلة الكامل وي مش تقريبا حتى انت بديتي معاهم من الاول التحقت بهم من بعد في اين فتره تقريبا في 2008 في الالبوم ديال سعدات لانه نسيبتو التحق بنا السي محمد ولكن انا تربعت القضيه بان راه ما كانتش الكمجه حنا راه ما كاينينش هاد الكمجه اللي كديماري عنصر مهم السي محمد في المجموعه اللي كتعرف هو مهم باخلاق ديالو عاد باش العزف ديالو هو مهم باخلاقه بالمعامله ديالو بالبونكتياليتي ديالو عاد باش العزف كيجيبو الاخر راه هذا هو الاهم السي محمد بطبيعه الحال فنان كيكمل غير بالتعامل ديالو الاخلاق والمسائل ديالو باش كيكون تبارك الله في المستوى بالتوفيق ليك السي محمد واخا نتكلموا شويه على هذا الالبوم جديد ديال ما كاينش معامل ما كاينش معامل بعدا خديتوها من الجمله اللي كيرددها دائما الكوميدي الرائع حسن الفدياك الالبوم لقى واحد نسبه نجاح كبيره الحمد لله نتكلموا شويه على الالبوم امتى ولكن الالبوم وقتاش كان يخرج كان يخرج في 2008 ربما لا كان يخرج في 2013 تفضل الحاج السلام عليكم كيدعي معنا راه ديما كيدعي معنا ديما دعي معاهم وندعي عليهم بعض الخطرات بالنسبه للالبوم كان غيخرج في 2013 وفعلا سجلناه وهذه وكملنا التسجيل ولكن ما اقتنعناش تجمعنا حنا انا والاخوان الاصدقاء ما كنتسنطوا لذاك الشيء حنا ما اقتنعناش به هادشي في 2013 صافي وحبسنا حتى 2015 بين ما وجدنا مواضيع زوينين وبروغرام زوين والحمد لله ملي سجلنا ولقى الاستحسان ديالنا حنا بعدا عجبنا حنا وتوكلنا على الله وطرحنا للجمهور من بين 2013 ولدابا كان غيخرج الالبوم كانت واحد الانقطاع للساحه الفنيه واحد المده لا غير فيما يخص الالبوم اما حنا كانوا عندنا حفلات ديما كنا في لقاء مع الجمهور كان واحد انقطاع كبير على الساحه كان ماشي غير حنا كان 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 كلي في الاغنيه الشعبيه كان كل شيء ما خرج حتى شي حاجه كان اللي خرج شي حاجه ما سمع حتى حد كان بعض الخطرات كيكون واحد الركود يعني بنادم كيبغي بحال قلتي واحد الراحه بيولوجيه ما كيخرج وديك الساعه ما خرجت حتى شي حاجه كانت غير الموجه اللي كاينه دابا ديال لا نوفيل سين ولا لا نوفيل جينيراسيون اللي كاينه دابا ديال الاغنيه المغربيه العصريه الشبابيه هي اللي تبارك الله يعني لقات واحد الاستحسان ديال الناس وخدمات مزيان ولكن اي حاجه كتجي مع الاغنيه الشعبيه فكتبقى الاغنيه الشعبيه دائما غدا لان احنا في الاغنيه الشعبيه داز معنا الراب داز معنا الراي دابا هي كدوز معنا الاغنيه لا العصريه الشبابيه ولكن دائما الاغنيه الشعبيه دائما غدا معاهم التراث ديالنا باتريمون ديال غادي معاهم في نفس النيفو يعني واخا هما تيديروا البوس كتلقانا حنا غاديين معاهم كنخدموا معاهم في الحفلات في الفيستيفال ممكن ما يمكنش يعني دائما الاغنيه الشعبيه حاضره لا في الفيستيفال لا في الحفلات لا في الاعراس لا في اي بلاصه يعني ماشي يعني ملي كتخرج شي موجه راه كتغطي عليها لا كتبقاو غاديين بجوج
سي محمد، كنت قلتي لي انه في درجه قبل في الكواليس ان الالبوم من الاغنيه اللي لقات نجاح ماشي ما كاينش معاه، من الاغنيه ديال عيطه بيضاوي هي اللي عجبات الناس ولقات استحسان كبير من الجمهور، وكل شيء كاع الجمهور خدات هي الناس حظ الاسد في هذا الالبوم. ولكن علاش ما اختاريتوش عيطه بيضاويه وعوض ما كاينش معها؟ انا نشرح لك واحد الحاجه. الشيء ملي كتكون كتسجل وكدير اي ابداع اي عمل فني في اي ميدان لا في الموسيقى، حتى واحد ما كيعرفش الحاجه اللي غتعجب الناس. يعني انت حنا سجلنا عمل اقتنعنا به، لقتينا انا والاخوان والدراري خوتي كاع اقتنعنا بداكشي اللي درنا، ولكن داكشي اللي غادي يعجب الناس ولا اللي غادي ما يمكنش تعرفوا. حتى هو يكذب عليك كاذب يقول لك انا راه كنصاوب اغنيه ولا كنصاوب شي لوحه وراه غادا تعجب الناس ولا راه غدير ان سوكسي ولا مستحيل. كون كان شي واحد كيعرف سوكسي فين كاين يمشي ليه ديريكت، ما يبقاش يدير 11 ولا 12 اغنيه في قطعه ولا يسجل هذه، يمشي سوكسي ديريكت يقضي الغرض وكفى المؤمنين شر القتال. في الحقيقه ما كرهتش نسمع شي مقطع موسيقي من الالبوم ديالكم الجديد ما كاينش معاه، نخلي لكم حريه الاختيار. مرحبا نديرو اسمع سيدي اسمع. يلا نسمع سيدي اسمع. مرحبا يلا اوكي.
الله عليكم. واولا خليني نقول لكم مشاهدينا الكرام، هنا الفجطه كاينه حاضره عندنا هنا في الاستوديو، وفجطه اخرى كاينه وراء الاستوديو ديال الكاميرا مان اللي حاضرين معنا. تبارك الله عليكم. وكنتمنى لكم مسيره فنيه موفقه لكم الفايف ستار. تشرفت بمعرفتك سي محمد يونس والحاج ديالنا، تبارك الله عليكم. طريق وسي محمد يوسف مش دير لي شي حاجه قلت لي من بعد نخليو الدراري غادي يشتغلوا، نخليو الدراري يشتغلوا شويه في الاستوديو. او فين غنمشيو؟ حنا غادي نعرضوا عليكم كاملين، نمشيو معنا القهوه نشربوا قهوه. بارك الله. وتما غادي نكملوا الحديد ديالنا، نكملوا الحديد ديالنا، خليو الدراري يكملوا العمل ديالهم في الاستوديو، وحنا نمشيو نشربوا شي قهوه ان شاء الله، ونعاودوا نرجعوا نلتحقوا بهم. ماشي نتوما، غير حنا انا ويوسف باش تكملوا العمل ديالكم معاهم. ياك بارك الله عليكم. يلا على بركه الله. يلا مرحبا. شكرا. فايف ستار يوسف وطريق على هذه العراده هذه. في الحقيقه اول مره كتهرسوا لي داك الروتين ديال في الختام ديال الحلقه كنعيش مع الفنان الهوايه المفضله عنده، واليوم انتم عرضتوا عليه وجبتوني القهوه. ياك مرحبا بك. مرحبا. حنا اللي اصلا بغينا نخرجوا من داك الروتين ديالنا، نمشيو نديروا شي اكتيفيتي ولا شي حاجه. بغينا زعما نجيو للقهوه. حنا هنا فين كنجيو للقهوه في الدوره الراحه ديالنا كنديروا كنحيدوا ستريس ديال الخدمه، كنخرجوا نسيرفو شويه، كنجيو للقهوه كنرتاحوا، كنسمعوا شي موسيقى دافيه وهذا. ومرحبا بكم مره اخرى. وبالنسبه لي زاكتيفيتي اخرى تنديروا الرياضه، يعني كاع الرياضات اللي بغيتي كنديروها الا الجولف والفروزيه. مثلا شنو هما الرياضات الاخرى اللي كديروا؟ حنا ولاد الشعب كنديروا كره، كنلعبوا الكره، كنمشيو للبحر، كنعوموا، هادو هما لي زاكتيفيتي ديال ولاد الشعب. شي حاجه اخرى يعني الهوايه ديالكم هي الكره؟ هي الكره. الكره بالنسبه للفريق اللي كتشجعوا شنو؟ واش الرجاء ولا الوداد البيضاوي؟ كنشجع المغرب كامل. ايه ولكن ودادي. ودادي وغنيتو على الوداد البيضاوي؟ بيان سور. حتى انت طريق ودادي؟ وي ودادي. حنا غنينا على الرجاء، غنينا على المغرب التطواني، غنينا على الوداد فاش دات البطوله. ما عندناش. وغنيتو على الرجاء في المونديال؟ في المونديال التطواني غنينا عليها في ستاد دونور، درنا لا كلوتور ديال كاس العالم للانديه، حنا اللي درنا لا كلوتور في ستاد دونور. تبارك الله عليكم يوسف والطريق. بالحقيقه انا ما سخيتش بكم، خليتكم شي كلمه للمشاهدي قناه بزاف تيفي. كلمه اللي غنقولوا للمشاهدين الكرام ديال بزاف تيفي، كنقول لكم ان شاء الله كنوعدكم بالجديد ان شاء الله اللي غيخرج في 2016، يعني طوب، يعني ان شاء الله غادي كنتمنوا، وحنا على يقين انه غادي يعجبكم وغادي يعجب المغاربه كاملين. وحنا كنوعدكم بانه غيكون حصري وحصري حصري على قناه بزاف تيفي. بزاف تيفي. بزاف تيفي. بالتوفيق لكم في المسيره الفنيه ديالكم، اكيد غيكون حصريا على قناه بزاف تيفي. حنا كنتمنوا لكم مسيره استمراريه استمراريه ان شاء الله في المجال ديالكم، وان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوفكم توب 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 والفوق الفوق يا رب عليكم حتى انتم كذلك ان شاء الله. شكرا لكم مره اخرى. واما انتم مشاهدينا الكرام كنضرب لكم موعد اخر الاسبوع الجاي مع فنان جديد ضمن الاغنيه الشعبيه. تبقوا على خير والسلام عليكم. اسمع سيدي اسمع، الهنا يورينا فيك بس، انا وانت والسامعين وجميع الناس الحاضرين. اليوم الجمعه اليوم اثنين، صليوا على النبي كاملين. اليوم الجمعه اليوم ثلاث، خرجوا البنات الحاج بس. اليوم الجمعه يوم اثنين، صليوا على النبي كاملين. انطلبوا من الله والنبي السلطان الله ينصرو، ويدوم علينا سلامتو والامير كلمتو مسموعه. بالله رجل اللي في السماء كيهيدر على اللي في الرما. وعباد الله